تعرف على طريقة كيفية حل مشكل واتساب؟ لا يرسل الصور، نقوم بالضغط على ضبط الإعدادات، ثم نقوم بالضغط على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط على الواتساب خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري، ثم نقوم بالضغط على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط على مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، ومن ثم سوف نقوم بالبحث عن واتساب خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم واتساب. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.